تعليك تاع ماكرو والبوس هذا اعلامي سمع سمع اللي ما يسوق له يحاول يسوق له تاع حكمتكم جمجمة. ما تبكيش يا تبون ما تبكيش اكلوكم العدو تاعنا هو نتوما وفرنسا. السلام عليكم. انت اللي كتشوف هذه الفيديو كيف راك بخير؟ ما غادي نشوف اعلام جزائري ساخط كاعي قال لك مخزن ولا يعترف بالصحراء المغربيه ماشي ما كاش اصلا ماكرون معترف في الصحراء المغربيه تبارك كيحلم ماكرون يعترف بالصحراء الغربيه والشرقيه وما على بالهم شبه الله راه اعترف بها وطن العصر. وغنشوفوا حتى بن ستيرا خرج كيعني ساخط خلطوا له عرف عبد المجيد قال له كيفاش ماكرون يعترف بالصحراء المغربيه وعلاش يعترف بها في كنت وكذا. وايوا غادي شباب ضحك في هذا الفيديو هذا ما تنساوش تضغطوا فيديو 3000 رابع على لايك ولا اكثر اذا قطعتوا تفرحونا وبينتشر الفيديو اكثر وحمني تشترك. نبداو باول فيديو. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. شي خليجي شي جزائري كانوا يقولوا اندلس ولا الاندلس ما تمشيش تقال واش دار على شي خليجيين ولا دار على شي جزائريين قال لك المغاربه دخلوا حتى لجنوب فرنسا. اسمع بداو ما تعاودوا. اسمع مزيان باش تعرف وتتاكد ان الصحراء الشرقيه مغربيه. هل الاعلام الفرنسي كيشرح كيفاش الكبرانات خانوا المغاربه؟ المغاربه اللي ساعدوهم باش يشدوا الاستقلال وكيفاش رفضوا يرجعوا الصحراء الشرقيه بسببها غتنوض حرب الرمال اللي كانوا هما السبب فيها والمغرب سلخهم فيها. اسمع وبارطاجي مزيان. Obtenu leur indépendance en 62 ont eu un énorme gâteau avec le Sahara. Il suffit de regarder une carte. Et d'ailleurs, le général de Gaulle en 61 avait invité le Mohamed V, donc le grand-père de Mohamed VI, à discuter avec lui du partage de ce Sahara. Et il avait répondu, ah non, je ferai ça, je discuterai avec mes frères algériens. Eh bien, cette discussion s'est appelée la guerre des sables en 1963. Et les Algériens ont été spécialement ingrats à l'égard des Marocains qui les avaient aidés dans leur guerre de libération nationale. Mais libération entre guillemets. ثم سمعت الشرقيه المغربيه المغاربه عاونوك نقولوا ما عاونوكم شي باش تخرجوا باش خرجوا حتى فرنسا تستقبل ما عندكم شي باقي مقاطعه فرنسيه. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ قولوا تا هذا القجاع كولا ساه تا هذا شرينا تا هو شرينا بالفلوس. شوفوا وجهه يا جماعه الواش يشبه هذا يفكرني بالعياشه اللي كانوا يتمسخروا بجماجم شهداء الجزائر. سيروا جيبوا جماجم شهدائكم من فرنسا الى ذاك الكلام اللي كانوا يقولوا. شوف بركه الشهداء وقبولهم عند رب العالمين خلانا نقولوا الان في مثل هذا الموقف سخرتم من جماجم الشهداء حتى حكمتكم جمجمه. اولا حنا ما كنسخفوش فيكم، حنا كنبغيو نطلعوا فيكم النفس باش تجيبوا الجماجم ديال جداتكم تجيبوهم من تما. اولا دمرت مرت حاجه عادي السيد اصلا ما تعرف ولكن ماشي ديك الدرجه تقول جمجمه حكمكم جمجمه بزاف عليك. دابا مشكله دابا خصكم تدخلوا اي طريقه وابدروا مع راسكم. المهم الصحراء المغربي الشرقيه تاعي والمغرب ماشي والملك ماشي وشي في الجامع الله يشافي ويشافي في الجامع كل واحد عنده الوقت ديالو غير واحد الطريقه اللي كيموت بها وعاود ماشي ضروري تمرض يعني عاوتاني تموت. ها هو سيدي ماكرون لو بريزيدون دو لا فرونس قال لك اودي الصحراء هذه تابعه للمغرب وانتم شاكين دروكي اي تهضره تاع بلا بلا دير والو انتم ما كان والو. قلنا لكم يا ودي ربحوا ملاحتكم مع العالم كامل خلونا نطوروا خلونا نروحوا بعيد خلونا نجيبوا تكنولوجيا وانتم ها فلسطين ها صحراء ها منا ها هدروا سيدي ها هدروا ها حلوا فامكم ها تربحوا في العيب باطل كل هذا المغرب هذا الصحراء هذه كل راهي تابعه للمغرب وحنا اصحاب مع المغرب والحدود مفتوحه يا الدنيا باسطه والخبز ما بيناتنا اعانه ايوا الناس تاكل في تاكل في الخبز مع بعضها اي الدعوه من ومجاله كينا تونس الله يبارك والعلاقات متطوره جدا عايشين الله بالفي قاعدين تربحوا في العداوه تربحوا في العيب ونربحوا في العيب للناس بور ريان دي تو مع تالي يضربونا بالصبع ها وقال لك اودي صحرافي مغربي تبردوا هاكا باش تبردوا انتوما تبغوا هاكا انتوما تبغوا الكف هاكا بالصبع دار لكم هاكا ماكرو دار لكم بيو بلعوا الصحراء في مغربية والمغرب في الصحراء كيفو ماشي العلاقات الدولية كانوا كيفو موقفوا بالعلاقات الدولية ماشي العلاقات العسكرية كاين التجارة ما بين المغرب والجزائر واخا يكون بينكم واحد الصراع دابا اللي عندهم موانئ هو اللي كيحكمها والملك مطور بك من موانئ باش يحكم اقتصاد مزيان التعليق تاع ماكرو والبوس وحبابنا وهذا لاميد لالجيري كذا
ها وين 27 دقيقة قعدنا ما دارها معنا لا فرانسوا ميتيرون ولا شيراك ولا ساركوزي ولا هولاند. هادو كاع اللي كنا نعتبروهم بلي اعداء وماهمش ملاح وكذا كذا وما يحبوناش وما يحبوهمش ما خدعوناش. اللي خدعنا شكون اللي نعلقوه؟ واش راك حبيبي حبيبنا لامي دي لالجيري وكذا كذا نموتو عليك. هو اللي قالنا واش تاكلوا البغرير باه تاكلوا البغرير ها بالعسل ولا بالزبده؟ ها هانا ناكلوا في البغرير بالعسل والزبده في زوج منين؟ من عند واحد صاحبنا صاحب الجزائر هو اللي خرج لنا خرجه من الكسب. ياكل البغرير بالزيك او انا البغرير ولا مسمن راه ديال المغرب شي كتقول اخي باش دير في الجزائر شنو كوش باغي تديو وانا عاد نجي ناقصوا الحانة كيعيش ولوث الوقت نطيو حتى البنان وتهلاو فيه ونطيو على العدس راه كيعجبو العدس وكان ماشي لايك من لايك زعما في فيديو انتشر شوفوا الدبان اللي عايشين معاهم هذا الاعلامي سمع سمع اللي ما يسوق له يحاول يسوق له النظام المغربي من صناعه نجاح وهمي وهو ان ماكرو اعترف بمغربيه الصحراء هو لم يعترف والان هذه الزياره وهم يبررون على ان الزياره هي ان العهد المغربي الشرق اللي بيناتهم في القاسيس ما زالت يعني لا هي شوف هو هما واش كان يقول محمد السادس يقول باللي المنظار سياسة الرباط هو الصحراء الغربية وهذا المنظار ما شفناش هذا المنظار بالعكس صفعات تأتي هذا المنظار ما دار والو. الآن ماكرون يمشي اتفاقيات أنا أعتقد بأن الاتفاقيات سوف تكون على الأراضي المغربية. هو ماكرون كان باني على زيارة تبون عبد المجيد تبون كان باني عليها بناء كبير وكانت ربما تخرجوا من هذه الأزمة الداخلية والأزمة اللي عيشها والعزلة ولكن الزيارة لم تتم. هو حاول بعث له رسالة بعد مباشرة بعد نتائج الانتخابات وبعث بالمستشارة نتاعو برسالة وكذا ولكن الجزائر عندها شروط الجزائر وضعت شروط لهذه الزيارة لم تتحقق هذه الشروط. أستاذ كمال بن قندوز أعتقد أنني أختلف معه إلى أي مدى؟ إلى مدى ولك كل الحق في العلاقات الدولية لا يجب أن تبنى على بعض العواطف. أي عاطفة تحدث؟ لم يتحدث عن العاطفة. تبنى على العواطف تبنى على على القواعد. أي عاطفة تحدث عن العاطفة؟ العاطفة عندما لأنني أنا لو كان الموضوع لا يعنيني ولا يهمني ولا يؤثر فيه لماذا أناقش؟ خصهم يديوا كل شيء خصهم يهربوا منه. فعلا المغرب يعمل والو اتفاقيات اللي اتفقوا على الأراضي اللي قلتي متفقوا على الأراضي المغربية ثم اتفقوا على الأراضي المغربية والصحراء الغربية اللي كتكون الغربية صنجد في الغرب والمتعق الشرقية هذيك بشوية بشوية حنا ما نجيش ليلة ما تولتو جيبنا غير نكونوا غانين دابا الغربية سيفينين والشرقية راه تطبخ بمهلي حنا كنطيبوا غير بشوية بشوية حنا الطنجية كنطيبوا غير بشوية بشوية الشرقية طنجية هذيك واهي بشوية ما كانش كيطلع اللحم إلا ديت ما تبكيش يا تبون ما تبكيش يقولنا لك زعما الخطرة ما تبكيش اي خلاص فرنسا الرئيس تاع فرنسا جا المغرب صاي صاي هذيك وما جاش ولا نخرجوا نديروا حمله باش ما يجيش صاي راه جاتك وما تبكيش ما تبكيش ولدي ما تبكيش شوف ومالك تمسح بالبابي موشوار ما تمسحش بالكلينيكس راني نقول لك فاهم باسكو تمسح بالكلينيكس راهم بعد لي طراست الدمعه تبقى باينه تمسح باللانجيت فاهمني قول شنقري عاد دخل لك واحد الكونتينر تاع لانجيت من فرنسا ولا من كاش بلاصه ولا فهمني ها هي المهم ومسح وتالم غير في الصمت فهمت ما تغوت ما والو ما تغوت ما تقول اودي الحال فات نورمال نتوما لا غالب نتوما هكا دايرين هاضرين صاي ها هي المهم طلق عليا سرحه عمي مجيد ومسح طبي جينيس عمي مجيد دابا راه ما كيباش راه عامل مشى نعوم ما عرفوش يتعوم من علاش مستقبلو حتى شي واحد في المطار شو الدوله قلت غتقطع في 30 في الشهر ما 31 شهر الدواء كاين انا ما ساكنش في المريخ ساكن في المغرب طاجا وفين هو الدواء اللي غتقطع قال الشهر اللي ما جا قال لك حنا كنتسنى في الشهر اللي ما جا عندك تنسى تقطع على بالك ناكلوكم دوك تشوف على بالك بلي عمي شنقريحه راه جمع الجون تاعو كاع راحتهم في الحدود المغربيه الفرنسيه ونستناو في ماكرون باش يستقر فرنسا ونهجموا عليكم يا خو حنا ما بقيناش غندويو دابا
غنخليوكم منكم لفرنسا، دخلتوا بينكم وبين فرنسا. نتوما وفرنسا ناكلوكم، حنا خاطينا اسرائيل، دوك خاطينا اسرائيل، دوك العدو تاعنا هو نتوما وفرنسا. وعمي تبون واش نقري حراج مع الجنود تاعو كاملين، حطهم في الحدود واعطاهم الايفون 6 هذا اللي خرج مؤخرا، وراه يهاجموا عليكم في الفيسبوك وفي التيك توك. تحياتي خويا، تحيه من دوك فرنسا. والله ما رانا ساكتين، والله ما رانا ساكتين يا خو. علاش سكتوا اليوم؟ اليوم ساكتين، خليهم. تحياتي يا خو. ونزيدك حاجه، نزيدك حاجه خويا، دير نشره الجويه تاع المروك، راه تسمع البكاء هائج الى قليل هيجين في المناطق الحدوديه. تحياتي خويا، تحياتي. ويا صح اخو، تصبح بخير وتحيه للتراث. شكرا. ايفون 6 ودابا انا تيو ايفون 6 زعما طاوم شي درون. اوكي دابا دابا يا خو حنايا ضربكم نتوما ولا فرنسا؟ راجي مرحبا بك، تقول لك فاش ضربونا جاش تيك توك. والله الا دس راح وبقي، والله راح وبق. ضرب كي شربوا ما تزيكم ماكل الله، ولا مشي اللي كياكلوا فيها ما عطيش خمجه تفاح، خمجه تفاح ما عرف ايش كاين ولا ما كاينش. لا دس عقلية عدسيه يا اخو، نديرو وقد صوتك هذا في المغرب. والالم في المرضيه، هم راسك مع النظام الجزائري. كانت هذه في الاسفل صور وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد استقباله في المطار من طرف العاهل المغربي محمد السادس. بطبيعه الحال هذا شان يخص المملكة المغربية، نرى في الصور من ترونهم هم الحرس الملكي المغربي الذي يعود أصله إلى سنة 1088، يعني منذ أكثر من 12 قرن، وهو أقدم التنظيمات العسكرية في العالم. بطبيعة الحال هذا الاستقبال الذي يخص مرة أخرى البلد الجار المغرب، يعني كان هناك اهتمام مرضي من طرف النظام الجزائري وابواقه، لدرجة انه جريدة لو موند الفرنسية تكلمت على الموضوع، يعني قالت لك بانه وصول ايمانويل ماكرون الى المغرب ازعج النظام الجزائر، في اشارة الى النظام الجزائري، لانه اولا النظام الجزائري ارسل عبد المجيد تبون جولة لمصر والعمان طمعا في انه هذا يحول نظرا نوعا ما او يصرف النظر على زيارة ماكرون الى المغرب. شنو يمشي من الله اعلم، هاتوما غير تنظيمة عسكرية عمرها اكثر من الجزائر، غير تنظيمة اكثر من الجزائر، شنو بغيت اكثر؟ والاعلام خليه يبكي ويشكي، راه الحرارة اجواء الجهة الشرقية راه بزاف هاد الايام، وبحروا بحروا مع راسكم عندكم الحرارة هاد الايام. الا تبردوا على الا تبردوا شويه على القلب. كارغوليتو كارغوليتو، دابا نتوما والله ما كتحشموا، دابا نتوما كتقارنوا مالك تاع الدوله كتقارنوه مع مدير تاع مستشفى تاع المجانين، حيت الجزائر راه مستشفى تاع المجانين، هذا هو المدير ديالكم. شوف دابا الملك ما شاء الله راه واخا مريض الله يشافي، شوف كيبقى انسان عادي، اي واحد كيمرض انبيئو مرضو، ولكن واخا مريض واخا مريض ياك، شوف تبارك الله، شوف التبوغيصة، شوف الزين ممكن، وكيبان الكيبان مالك، وقارنوا الصورة تاعو هوايا مع الصورة تاع تبون، شوف الصورة تاعو كلها ديكور مزوق، داكشي كاين الأثاث المغربي. وحاجة أخرى، أي حاجة في ديك الصورة عندها تاريخ، أقسم لكم بالله شي غير داك الكاس تاعتي، أقسم لكم بالله إلا جيت نشوفو التاريخ ديالو غنلقاو أكبر من التاريخ تاع الجزائر. كاس الدولار. واش المقارنه؟ لا مقارنه، الله يجيب شفاء لاي واحد. عبد المجيد داك فوتو يا جالس عليا، المهم ما كيبقاو يقلدوا شحال من حاجه، ومساكين الله يكون في عون، الله يكون في عوننا هنا، ولكن حنا ضاحكين وناشطين وعازين لهم في بالهم. شي مصريين وشي شي دول اخرين ما قادرينش عليهم، تا رجع قال لك الاهرامات ديالهم جاتهم الضربه قاصحه، ولكن حنا سانسنا الافلام المضحكه. الجزائر في الحضيض، عدائكم مع المغرب والله بهدلكم بين الشعوب والأمم، خلى الجزائر ما عندهاش حتى قيمة، خلى الجزائر كل الناس تبعد عليها هذا النظام. ما هي فائدة أزمتكم مع المغرب يا ربي؟ تلفقوا في التهم للمغاربة مساكن على أساس الجوسسة والحكايات، وتفرضوا في التأشيرات والدعايات هذه، هل بربكم هذه أعطت قيمة للدولة الجزائرية؟ هم هؤلاء يا جزائريين، هذه العصابة لا تهمها سمعة الدولة الجزائرية، تهمها مصالحهم فقط، هذه الحقيقة. لأنه لو تهمهم مصالح الدولة الجزائرية، ما الذي جنيتموه من هذه الأزمة مع المغرب؟ ما الذي استفدتم منهم قريب نصف قرن وأنتم تدعمون هذه الشرذمة وهذه العصابة الفاسدة المسمى البوليزاريو؟
واش اللي جنيتوه؟ هيا ماذا حققتم؟ هل أعقتم المغرب؟ هو كان هدف هذه الجماعة وهذه الشرذمة أنه ضرب المغرب. ما حقق المغرب بسبب هذا الموضوع وهذه المشكلة التي أردتموها خنجرا في خاصرة المغرب فتحولت إلى خناجر في مقدمتكم ومؤخرة. حق حق الطوابير الحليب طوابير العدس وبزاف داو كيصدوا مؤخرا الى عدلوا واحد مما تصدر رجل دجاجة الفيتنام حق حق بزاف الحالات. والحسد ديما حاسد ربي عمر الحسد كيعطي بما كيعطي داك محسود او كما قال حسن الثاني اللهم كثر احسادنا. Mesdames et messieurs, ce partenariat nous souhaitons le développer dans tous les domaines et dans tous les territoires y compris au Sahara occidental dont le président de la République a rappelé que le présent et l'avenir s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et nous avons joint les actes à la parole et j'ai le plaisir de vous annoncer que la carte du Maroc a été actualisée et mise en ligne sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères il y a une heure. Nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Notre ambassadeur s'y rendra dès la semaine prochaine. Nous allons y accroître notre action consulaire et culturelle en vue de la création d'une alliance française. Nous serons également aux côtés du Maroc pour favoriser une solution politique juste et durable, dont le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base. لا 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 الفايضانات وفي الحرارة طلع من الجزائر لي سمعت وقال لك قصورية عطيت بسعوة إن شاء الله وما كرونشني قال لك قال لك غادي يرد من قويرة من مشادية وحد من الدقات رجع يا سلام قصورية فتحوة ودابا هزو السافر عاو تالي دقلي عندكم قام الدي مشي مجيبي وقطعوا العلاقات مع فرنسا رجموا فرنسا دابا أجموا مهما كون فرنسا أتبقوا في عزلة وحين باكي تديها فيكم سيسي طاك العاصر عبد المجيد طال العاصر مشان عندهم عمر ما عرف يرجع عنده عاد نجي الخطابات والو ما كيفاهم شي بلا يدار حتى اننا نقولوا زعما هذا الفيديو مستفيد من لايك سبسكرايب فعلوا الجرس خلوا التعليق ديالكم تحت الفيديو واللايكات وان شاء الله العربيه يكون الفيديو القادم ان شاء الله جو برو اغيتي فيديو